السلام عليكم شبابنا الطيبين، بناتنا الحبابات، ورجعنا وياكم بالوحدة السابعة. إن شاء الله هي آخر يونت بالنسبة للقواعد. الوحدة السابعة راح أجزئها لكم جزئين. الجزء الأول اللي هو صيغ المستقبل، اللي هو future forms. دائما إنه هنا يريد من عندنا نصحح بصيغ المستقبل. المستقبل باللغة العربية انه سوف اكل، سوف انام، سوف اذهب، سوف اتي، سوف، يعني سوف، احنا راح نروح، راح ناكل، راح ننام. عندنا صيغه واحده للمستقبل باللغه العربيه. اجى ابو الانجليزي قال لازم اشلع قلب الطلاب، اعطيهم خمس قوانين، خمس ازمنه حتى اشير علما للمستقبل. هو طبعا يقول لنا هيك، احنا نقول له تمتع ابنا، اكو ملاحظات عميان نركض ركض عليها، فما راح نتعب ان شاء الله. هذا الزمن أو هذا الموضوع يأخذ خمس قوانين. الزمن الأول للتعبير عن المستقبل فاعل زائد am أو is أو are، فعل b-i-n-g زائد تكملة المعطيات. زمن المضارع المستمر للتعبير عن أمر آن مرتب له مستقبلا، آني، أنت، هو، هي، إحنا، هم مرتبين مستقبلا. اليوم أنا ألتقي بأحمد الساعة بالعشرة، اليوم ألعب طوبة الساعة بالستة، فهنا أنا شنو؟ أمر أنا مرتبة مستقبلا، واضح؟ فنستخدم المضارع المستمر مسبقا. أنا وإنت نعرف أنه الآي يأخذ آم، والهي والشي والإت والاسم المفرد، شي يأخذوا لي؟ يأخذوا لي إز، وي، يو، ذي، اسم جمع، شي يأخذون؟ يأخذون آر. متى نعمل بهذه القاعدة وإحنا ما نعرف المعنى؟ إذا ما عرفنا المعنى شلون يكون الترتيب هنا عندنا؟ تنتبه وياي. الملاحظة تقول إذا وجدنا فترة زمنية وين؟ بالنهاية، بنهاية الجملة، وفاعل جملتنا عاقل. الفاعل عاقل، يعني أقصد آي، تلقوي، تلقهي، تلقشي، واضح؟ فهنا فترة زمنية وفاعل عاقل. الفترة الزمنية مثل ايش؟ مثل tomorrow، مثلا ساعة بالعشرة او اي وقت، Wednesday يوم الاربعاء او اي يوم من ايام الاسبوع، June اللي هو شهر من اشهر السنة او اي شهر اخر، next، then في حينها، what the first of the month، then الفترات الزمنية اللي راح تلقاهن. فمن تلقاهم بالأخير والفاعل عاقل يجب أن يكون زمن جملتك مستقبل أو بزمن المضارع المستمر. لاحظ وياي هنا، أنا عصبورة أنا كأمي. He leave at 10. طبعا ش عدنا هسه هنا؟ عدنا الساعة بالعشرة، وتمام، مدام عدنا الساعة بالعشرة فترة زمنية والفاعل عاقل، فإذا هنا لازم نشتغل شنو؟ نشتغل مضارع مستمر. هي تاخذ از، وبالنسبة للفعل ليف راح ياخذ اي ان جي، فيصير هي از ليفينج، از ليفينج فترة زمنية بالأخير وفاعل عاقل مضارع مستمر، فترة زمنية وفاعل عاقل مضارع مستمر. لاحظ وياي تو، اي فيزيت ماي انكل نيكست ويك. إذا تلاحظ وياي next، شوف لي هذه ويك موجودة، next week فترة زمنية والفاعل شنو؟ فاعل I عاقل، فراح نقول I am، فعل الجملة visit يصير visiting. ممكن أكو صيغة أخرى أو قانون آخر يشتغل على هذا المثال، ما عندنا مشكلة، إحنا أهم شيء يكون عندنا جواب صحيح، هذا أو غيره، ما أنط القوانين الأخرى لأنه صار هوس عليك هسا، فأريد أمشيك وياي نقطة نقطة. شو يقول لنا ونعرف مستقبل المطلوب من عندنا؟ هو يقول لك correct in the future form. دائما المطلب مع الموضوع، اسم الموضوع future form، موجودة بالمعطيات دائما، فما تقدر تشتغل إذا ما أنطاك إياها هذه. واضح هسا؟ ممكن أكو صيغة أخرى إلى اللي هي اختيارات. إذا تلاحظ وياي عندك شيء نقول is meeting لو meets the director tomorrow morning، طبعا لأنه عندنا tomorrow morning فاعل الجملة الشيء اللي هو عاقل، أكيدا نأخذ المضارع المستمر اللي هو is زائد ing. هذا بخصوص الصيغة الأولى. شو وقت نختار مضارع مستمر؟ إذا فاعل الجملة عاقل
واكو فتره زمنيه بالاخير عينك وياي على القانون الثاني. القانون الثاني اللي هو المضارع البسيط. انا وانت نعرف انه المضارع البسيط كيفيته تكون كالتالي: فاعل، فعل مجرد ينتهي باسم ممكن، تكمله المعطيات. طبعا شو وقت نشتغل بهذا القانون؟ نشتغل بهذا القانون اذا فتره زمنيه نفس الفترات، بس الفاعل شبيه غير عاقل. الفاعل غير عاقل وفترة زمنية نشتغل بزمن المضارع البسيط. المضارع البسيط هذا شو وقت نستخدمه يعني بالترجمة بالمعنى؟ إذا عندنا جدولة، يعني الفصل الدراسي يبدأ ينتهي، المباراة تبدأ تنتهي، الدرس، الحصة، الدورة تبدأ تنتهي، كل بداية ونهاية، فنستخدم ويا شنو؟ المضارع البسيط. إذا شو وقت نستخدم المضارع البسيط؟ إذا كانت فترة زمنية موجودة وفاعل غير عاقل. لاحظوا وياي القانون أو المثال رقم 4 يقول classes begin next week. أكو next week موجودة، فترة زمنية وفاعل الجملة غير عاقل، classes دروس حصص. إذا فعل الجملة هذا لو نعوف على حاله لو نكمل أس. إحنا مع الإت والمفرد نخلي أس، مع الجمع تمام، فهنا أنا راح يبقى فعل الجملة شنو؟ دائما يبقى مجرد. إذا هنا أنا جمع، فراح يبقى فعل الجملة شنو؟ مجرد. الجمع يا أبويا بي أس، إذا ما بي أس مفرد. هسا إذا فاعل عاقل وفترة زمنية بالأخير مضارع مستمر، فاعل غير عاقل وفترة زمنية بالأخير إيش نستخدم؟ نستخدم المضارع البسيط. لاحظ وياي المثال 5 The football match مباراة كرة القدم finishes عينك وياي will finish at 8 p.m. إيش عدنا؟ عدنا فترة زمنية وفاعل الجملة غير عاقل، مباراة كرة القدم غير عاقل وعدنا فترة زمنية. إذا ناخذ اختيار المضارع البسيط، ناخذ اختيار المضارع البسيط. هذا بخصوص أول قانونين. انتبه وياي على القانون رقم 3 اللي هو فاعل will مصدر مجرد تكملة. هذا القانون رقم 3 نشتغل عليه إذا عدنا يعني فد رأي بمسألة ما مستقبلية تمام، إذا عدنا أمل أنه نأمل أنه العراق يكون أموره تمام تمام، إذا نتوقع حدوث أمر ما، أتوقع أنه أنا الجو راح يصحى توقع تمام، إذا نوعد شخص نقول له يا بأنت شغلتك إن شاء الله عدنا تمام وهذا الأمر منتهي تعتبره، فاش أنا اللي راح أسوي، أو أنا أعزم لي شخص، أوعد شخص بعزومة أو فد شيء. إذا هنا أنا مع الوعود، مع التكهنات خلينا نقول عليهم، مع الآمال نستخدم، مع الآراء كذلك نستخدم هذا القانون. هذا القانون هسه كمعنى، إذا بدون المعنى راح نقول إنه نستخدم فاعل والله مجرد إذا وجدنا هنا. شو راح تلقي هنا؟ أنا عينك وياي هنا أنا باوع علي، تلقي I think ببداية المعطيات، أو تلقي I hope، أو تلقي I wonder تمام، او تلقي I promise. هسه he promises she promises ما عندنا مشكلة، بس هو غالبا هذا اللي موجود منهجيا. فش راح نخلي للفعل او ش راح نختار؟ راح نختار ال will والمجرد. شوف الامثلة وياي: I think she will like لو will be liking the work. لانه عندنا I think راح نختار will والمجرد، ما يصير تاخذ will و be و ing. هذا القانون رقم 4 الخصوصية. نجي هنا I hope، ايش عندنا؟ أأمل. من الدلالات إذا لاحظت وياي هذا الفعل يردون من عندي correct in the future form، فأكيد بس نخلي will قبل القوس، will be. إذن القانون الأول فترة زمنية وفاعل عاقل، القانون الثاني المضارع البسيط فترة زمنية وفاعل غير عاقل، هذا القانون الثالث انه ألقي I think I hope I promise I wonder في بداية المعطيات. نروح نشتغل بقوانين الول والمجرد. انتبه وياي على القانون رقم 4. قانون رقم 4 انه المستقبل المستمر، فاعل will ورا الول be ورا البي اكو ing زائد تكملة المعطيات.
هذا القانون استخدمه اذا مثلا بفترة معينة انا رتبت امر ما الساعة بالسبعة الصبح انا اجي مثلا خلينا نقول اصور المقطع الفيديوي تمام، انا بالعشرة تلقاني قاعد ويا اصدقائي السنة الجاية مثل هيك وقت انا بالكلية، هذا انت اللي تقول طبعا الكلية اللي تتعب عليها مو الكلية اللي نأمل والله هيتشي هيتشي واني اخذ طبية بس انا ما اقرأ لو تموتون شلون عم تحصل طبية؟ انت تمر بباب الطبيب ما حد يخليك باب الصبورة. هذا القانون استخدمه بدون النظر يعني بغض النظر عن المعنى تمام؟ نجي هنا نقول فاعل والله وبي واي ان جي، هذا الزمان كاستخدام طبق الاصل من القانون الاول، هم راح تلقى فترة زمنية وراح تلقى فاعل عاقل، لازم الفاعل عاقل بس وياي ركز. شنو الفريق بين هذا؟ شلون اميز اذا انت جاي تقول طبق الاصل وهم اكو فترة زمنية وهم اكو فاعل عاقل؟ الفترة الزمنية راح تلقاها هنا، يعني الفترة الزمنية مو بالاخير مثل المضارع المستمر، وين راح تلقاها؟ راح تلقاها في بداية المعطيات، في بداية المعطيات. من تلقى هنا اي فترة من هاي الفترات بالبداية معناتها مستقبل مستمر. لاحظ وياي يقول at 7، شوف وين الفترة الزمنية موقعها بالامثلة ذي شمالات المضارع المستمر، وين موقعها؟ موقعها بالاخير. هسنا وين موقعها؟ بالبداية. وانت مغمض will وتخلي بي والفعل الضاعف الحرف الاخير وش تضيف؟ اضيف ing will be sitting، will be sitting تمام. in the morning في الصباح، الفترة الزمنية في بداية المعطيات، I will be sleeping، تلقوني نايم الصبح، I will be sleeping. هذا القانون رقم 4 اذا تلاحظ وياي، وياه فعلياً وين ما تلقاهن ذن المفروض مستقبل مستمر. الفعل الأول sit والفعل الثاني learn يتعلم، ذني لازم قبلهم will be ولازم فوقهم ing، يعني ناقصات تكملهن بالاختيار تختارهن. يعني ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني هسه نقول هنا she learns لو will be learning، احنا اتفقنا هذا الفعل learn ما يصير بي اس ولا يصير بي بس will ولا يصير بي اي ان جي الا الا will be زائد اي ان جي، الا will be زائد اي ان جي. هذا بخصوص القانون رقم 4. بالنسبة للقانون الأخير اللي هو فاعل am is are going to، مصدر مجرد تكملة المستقبل بصيغة going to. متى نستخدم هذا القانون من حيث المعنى؟ هذا القانون نستخدمه إذا عندنا خطط أو تخطيط مستقبلي، وإذا عندنا قرارات، أنا قررت، أنا نويت، أنا خططت أن أقوم بأمر ما، نستخدم هذا القانون. هذا القانون على المعنى، إذا من غير المعنى تلاحظ وياي ذن الأفعال الأربعة tell يخبر، clean ينظف، volunteer يتطوع، وتيك تيك مشروطة اللي وراها كلاس. ذني فقط من الأخير فقط مع صيغة الgoing to وخلصانة. وين ما تلقي تيك وراها كلاس هاي going to، وين ما تلقي tell clean volunteer then وين ما تلقاهن going to. لاحظ وياي he tell Dana he passed the exam correct in the future form، اكو tell عندنا، اذا راح نقول he is going to tell. I take، شوف take a computer what class، اذا I am going to take. Dana is going to، شوف كلمة volunteer باو عليها الا ويا ال going to، خطأ بيها s، خطأ بيها ing، خطأ بيها اي شيء الا is going to لانه volunteer موجودة. كذلك your room is a mess، غرفتك كلش مخربطة. when are you going to clean it up لو do you going to clean it up او do you clean it up، مدام clean موجودة الا ام going to، يعني going to ويا من موجود ويا clean، يا اختيار clean بيها going to، الاختيار الاول
إذن راح نجيش نختار نختار Are you going to clean it up؟ ليش؟ لأن هاي الكلين إلا ويا going to. هذا بخصوص الصيغة الأولى اللي هي صيغ المستقبل. أكو بعض النقاط إلها أكثر من قانون، أكثر من حال. إحنا نطيناك حل واحد حتى تكون إجابتك دقيقة وإجابتك موحدة. راح أذكر لك التمارين أو النقاط المنهجية اللي موجودة عندنا. هسه راح نجي نوضح وياكم جميع ما موجود بالملزمة بخصوص تمارين المبني، العفو، تمارين صيغ المستقبل. احنا وضحناهن بالتوضيح، حاليا راح نسولف على انه المضارع المستمر. المضارع المستمر كقانون مثل ما ذكرنا فاعل is و am و are، فعل ing زائد تكملة المعطيات. متى نعمل بهذه القاعدة؟ مثل ما ذكرنا انه فاعل الجملة عاقل والفترة الزمنية بالأخير، لأن الفترات الزمنية يعني نشوف شلون. She is meeting لو meets the director tomorrow morning. مدام tomorrow morning فترة زمنية وفاعل الجملة she، إذن راح ناخذ is meeting. I am sorry I can't go with you. I will go to the dentist then. لو I'm going to the dentist then. مدام then اللي هي تعتبر واحدة من الفترات الزمنية، تمام، وفاعل الجملة عاقل اللي هو I، أكيد إن الاختيار راح يصير I'm going. I'm going هذا صيغة الاستمرارية، ترى مو going to هذه. نأخذ هاي النقطة الموجودة عندنا. لاحظ وياي النقطة رقم 3. المطالب البقية عندنا هاي النقطة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، راح يقول لي هذا مطلبهم، يقول لي put the verbs in the correct future form. طبعا اغلب الجمل لها اكثر من اجابه، بس احنا حتى تكون اجابتك دقيقه 100% وما تخطئ، فراح تروح مباشره على الجواب الصحيح مثل ما فهمناك. عندك وقت موجود في نهايه المعطيات اللي هو الساعه بالعشرة، تمام، هذا وياه، وفاعل الجمله ذي عاقل، اذن ار، لانه ذي تاخذ ار، فعل الجملة leave نضيف له ing are leaving، وقت وعدنا هي راح ناخذ is leaving. We have a party on Wednesday، يوم من أيام الأسبوع، فعل الجملة عاقل، إذن we تاخذ are، وفعل الجملة have نكمله ing. I visit my cousin next week، فترة زمنية، فعل الجملة عاقل، إذن I am، والفعل visit نكمله ing. We leave on Monday. On Monday فترة زمنية، فاعل الجملة عاقل، إذن we are leaving. هذا بخصوص ما موجود عندنا بالموضوع القواعدي الأول. الموضوع القواعد الثاني اللي هو المضارع البسيط، نفس الملاحظة تماما، بس يكون عندك فاعل الجملة غير عاقل. مثليش غير عاقل؟ يعني مثلا it اسم مفرد، اسم جمع، ونفس الفترة الزمنية. وين ألقاها؟ ألقاها في نهاية الكلام، فنعمل في هذه القاعدة. باوع فاعل الجملة غير عاقل، وجود فترة زمنية بالأخير، نشتغل بهذا القانون. Volunteer training إن هنا تدريب المتطوع. Will be beginning لو begins on، طبعا أكيد هنا لأنه عندك بداية الشهر، فراح ناخذ لها إنه begins، عندنا غير عاقل. The football match finishes لو will finish at 8 PM. مدام 8 وقت ومباراة كرة قدم غير عاقل، إذا ناخذ المضارع البسيط. The English course begins لو is beginning at the 1st of March. مدام بداية الشهر الثالث والدورة غير عاقل، ناخذ begins. If we don't hurry we'll be late. The train القطار leaves at 11 لو will leave at 11. مدام وقت وفاعل غير عاقل، إذا ناخذ الاختيار الأول، ما يصير نقول على leaves. بالنسبة للنقاط اللي بقى، my new class درسي الجديد start tomorrow. tomorrow فترة زمنية، فاعل غير عاقل ومفرد، فلازم نكمل الفعل is. the term الفصل الدراسي begin on September. مدام فترة زمنية وفاعل غير عاقل ومفرد، إذا begins. كمل اس. يقول when classes start، اذن when do classes start، يبقى نفس الفعل هنا. يا بليش اعتبرتها مضارع بسيط؟
لأنه كلمة وين معناتها متى كأداة استفهام، فتسأل عن الوقت والفاعل غير عاقل، فإذا هنا لازم نعتبرها مضارع بسيط. classes begin next week، ما دام next week classes غير عاقل جمع، إذا يبقى الفعل مجرد مثل ما هو. هذا بخصوص الصيغة الثانية. ننتقل للصيغة الثالثة. الصيغة الثالثة اللي هي المستقبل البسيط، اللي هي فاعل will مصدر مجرد تكملة. شو وقت نشتغل بهاي القاعدة؟ إذا لقينا هنا فاعل، أي فاعل وراء له think hope wonder promise، دائما نشتغل بهذا القانون. I think أكيد will زائد مجرد. She didn't pass the exam last week. I hope أكيد هنا راح ناخذ she will do better. She will do better this time. The weather is bad. I hope. مدام I hope إذن أكيد راح نكمل الجملة will ونكتب الفعل نفسه. فشو تصير؟ تصير will be. Will be. ليش اعتبرناهم ذولا مستقبل بسيط؟ لأنه I think موجودة، I hope موجودة، I hope موجودة. نروح للحالة الرابعة، المستقبل المستمر اللي هو فاعل will ورا will be وفعل be ing. شو وقت نشتغل بهاي القاعدة؟ نفس المضارع المستمر، هم فاعل عاقل، دائما الفاعل عاقل، بس الفاعل عاقل دائما من يكون الفاعل عاقل الفترة الزمنية لازم تكون بالبداية. شلون هذه؟ شلون هذه؟ in the morning at 9. فذن هنا فترات زمنية. بعد شنو عندنا؟ يعني هسه شو وقت نستخدم هذا الزمن؟ اولا وقت محدد في بداية الفترة الزمنية، في بداية الجملة، او نلقي ذن الافعال sit و learn، ذن ما يصيرن الا وياهن will be ولازم عليهن ing يكونن. يعني شلون هنا ما يصير تختار خطأها. ليش؟ لانه هذا learn الا وياه will وبي هو بي اي ان جي، يخلوا له اس، يخلوا له بس اي ان جي، يحطوا له بس will، خطأ، كله خطأ. think of me tomorrow morning or tomorrow at 9 فترة زمنية، اذا اكيد will be taking a really difficult exam. in the morning بالبداية فاعل عاقل، اذا وهذا الفعل sit وانت مغمض دوم will be sitting، دائما يكون هيك الكلام. نروح للحالة الأخيرة اللي هي صيغة الجوينج تو. متى نعمل بهذا القانون اللي هو فاعل am is are going to مصدر مجرد تكملة؟ شو وقت نشتغل إلا نلقي tell clean volunteer وكلمة take وراها class؟ ذن الأفعال الأربعة من تلقوهن دائما تشتغلون بقانون going to. إلا يعني شلون استاذ؟ احنا مو اتفقنا انه volunteer الا وياها going to، يعني من تلقى بيها اس خطأ تاخذ هاي. when are you going to clean it up لو do you clean it up، مدام clean موجودة اذا ناخذ الاختيار الاول، الاختيار الثاني ما يصير ابدا، ما يصير. لاحظ وياي عندك take ورا take a class، اذا اكيدا احمد is going to take. عندك tell إذن أكيد is going to tell. عندك take وراها class، إذن I am going to take. عندك take وراها class، إذن I am going to take. خاف تلقي دلالة ويل I think I hope، تلقي tonight أو tomorrow، ذن دلالات عامة دائما نهملهم. إذا أكو دلالة أخرى أنا جاي أحكي نهملهم ونشتغل على الدلالة الأخرى، لأنه I think will be، لأنه I hope will be. واضح الكلام؟ هذا بخصوص جميع التمارين اللي تخص المستقبل، صيغ المستقبل اللي هي إنه المستقبل، يعني نصحح الفعل أو نختار الفعل بصيغ المستقبل.